السلام عليكم ومرحبا بكم في ملخص جديد. ولو أول مرة تشوف القناة اشترك وفعل الجرس لتتوصل بكل الملخصات القادمة. وللإشارة فقط، كل ما في الأنمي هو غير حقيقي ولا صحة له، لهذا استمتع به فقط. وأهم شيء قبل ما نبدأ، صل على النبي ويلا بينا. هذا الشخص اسمه رين، وحاليا تعرض للتنمر وكسر خاطره بشكل فظيع، لأنه هو مروض وحوش وليس لديه أي قدرات قتالية، وفرقته التي فيها الآن مشهورة ومعروف بأنها قوية، وهو يثق فيهم وكان يظن أنهم يثقون فيه، لكن الآن طردوه من الفرقة لأنه ضعيف ومجرد حمل زائد يبطئ تقدمه ودائما عليهم حمايته. رين في الأول كان يظن أنه مقلب، لكن أظهروا له العيون الحمراء وتنمروا عليه وقالوا له أنت بدون فائدة، وطلبوا منه ترك عدته كاملة لأنهم هم من قاموا بجمعها. لهذا رين بدأ ينزع كل العدة التي لديه من رداء وأدوات، وهم لا زالوا يتحدثون فيما بينهم عن ضعفه وأنه لم يكن عليهم وضع حتى آمال ضعيف عليه. في تلك الأثناء رين وضع كل عدتي على الطاولة، وكان يشعر أن كل شيء بينهم وصل لنهايته وغادر، وهو جالس في حديقة وسط المدينة وبدأ يتذكر بعض المواقف التي حصلت له مع فرقته. ودائما كان يتعرض للتنمر وكانوا يكلفونه بأعمال روتينية كالغسيل وحمل حقائبهم، وهو كان كالغبي يظن أن تصرفهم السيء معه كان بسبب أنهم يعلقون آمال كبير عليه وينتظرون أن يحققها، لكنهم لم يهتموا به من البداية. لكن الأهم من كل شيء هو عليه البحث عن شيء يفعله بعدما أصبح بدون فريق، فهو الآن بدون فريق ولا عدة ولا مال، سوف يبدأ من الصفر. بعدها جاء عنده بعض الأطفال وطلبوا منه أن يريهم مهاراته في ترويض الوحوش، وقام بترويض صقر كان في السماء بعقد مؤقت وطلب منه أن يلقي التحية على الأطفال. بعدها أنهى العقد وترك الصقر يذهب، وبدأ يشرح للأطفال أن هذا العقد مؤقت يسهل عمله لكنه لا يدوم طويلا، والأطفال كانوا شغوفين بهذا الشيء ويريدون أن يصبحوا مروضي وحوش مثل رين عندما يكبروا. ورين وهو يتحدث مع الأطفال جاته فكرة أن يصبح مغامر يجني قوة يومه بمهمات ينهيها هو، ولا يكون مقيد بأي شيء ليذهب بعد ذلك لنقابة المغامرين. وهناك التقى بناتالي وطلب منها أن تخبره بخصوص المغامرين لأنه لا يعرف الكثير عنهم، وهذا كان بسبب أن أريوس والبقية ينظرون بازدراء للمغامرين، لهذا لم يتواصل بما فيها الكفاية معهم. وناتالي قالت له أنت شخص صادق، فأغلب المتقدمين لا يفكرون كثيرا في هذا الموضوع، وبالنسبة لناتالي فرين يسير في الدرب الصحيح. وشرحت له أن المغامرين يصنفون مثل تصنيف الوحوش من S إلى O، وشرحت له الكثير من الأشياء بخصوص المغامرين والأدوات اللازمة والعدة. بعدها مر لاختبار المغامرين، وعندما سألت ناتالي عن تصنيفه وعلمت أنه مروض وحوش خافت عليه لأنه معروف أن مروض الوحوش ضعفاء وليس لديهم قدرات قتالية، لكن هو قال لها ألا تقلق عليه فهو يعرف جيدا ما يفعله. بعد ذلك ذهب ليقوم باختباره، وعليه قتل 20 غوبلين وجمع 20 نوع من الأعشاب الطبية، وهذا هو الحد الأدنى لتقبل بها النقابة، ونجح في قتل بعض الغوبلين. وهو في الطريق للعودة سمع صوت بنت تصرخ وكانت تهاجم من النمر القاتل، وهو وحش من الدرجة دي، حتى المغامرين المخضرمين قد يقتلون على يد أحدها إن لم يكونوا حذرين. ورين أسرع نحو النمر ليهاجمه، لكن خنجره انكسر بسبب صلابة النمر، والنمر توجه ليهجم على رين يلي كان هدفه هو أن يصنع فرصة للبنت لتهرب، وطلب منها الهرب. لكن تلك البنت ليست عادية، فهي نهضت بكل قوتها، قفزت في السماء وهجمت على النمر وقتلته بضربة واحدة وبدون سلاح فقط برجلها. ورين سألها من تكون، لأنه في هذا العالم هناك كائنات تملك قوة لا يمكن تفسيرها مثل شعب التنانين وشعب الجنيات وشعب الحاكم، لكن هناك فصيلة واحدة هي الأكثر ندرة بين البقية، هي شعب أرواح القطط، وتلك البنت فقدت الوعي وكانت شائعة. لهذا رين قدم لها الطعام وبعد أكله عادت لها الحيوية. بعدها البنت عرفت نفسها لرين وقالت أن اسمها كندي وهي روح قطة، وهو عارف أن فصيلتها نادرة جدا، وعرف عن نفسه وقال أن اسمه رين شراود، وشكرته لأنه ساعدها وسألها عما تفعل هنا، لأنه من الغريب رؤية بنت من الفصائل الأكثر ندرة في غابة عادية كهذه، لكنها كانت تريد أن تسافر فقط لأنه لا يوجد الكثير منهم، لهذا يعيشون بهدوء في أعماق الجبال والحياة كانت مملة، لهذا انطلقت في رحلة التي قادتها لتلتقي برين. وهذا اللقاء يبدو من صنع القدر، وطلبت منه أن يخبرها أشياء عنه وحكى لها قصته وما حدث له مع فرقته، وأن هذا الأمر كان محزن ولم يخبره
أي أحد لحد الآن، لكنه أخبر كندي بكل شيء، وهي كانت غاضبة بسبب أنهم طردوه بالرغم من أنه لطيف. ورين قال لها أنه ليس منجعز من الأمر، فهو يظن أن الحال هكذا أفضل، وشكر كندي ووضع يده على رأسها بطريقة عفوية، لكن كندي لم تمانع وأحبت الأمر. ورين كان يظن أنها سوف تنزعج لكن كان مخطئ، بعدها قالت له أنه شخص قوي جدا بالرغم من أنه مروض وحوش، فهو بارع جدا وتعتقد أنه بإمكانه ترويضها، لأنه عندما كان سوف يهاجمها النمر وتدخل رين شعرت بكهرباء جسدها وجعلها تتحرك، كما أنه يوجد فقط قلة من الناس في هذا العالم يمكنهم ترويض أرواح القطط، وهذا يعني أن رين شخص قوي جدا. بعدها طلبت منه أن يحاول ترويضها، ورين وافق على ذلك وبدأ الطقوس وقام بتعويضها، وتم العقد بينهم ونجح في ترويضها، وهذا يعني أنهما مرتبطان معا للأبد. في تلك اللحظة رين قال مع نفسه لقد طردت من فرقتي وأصبحت بلا فريق، كنت مشردا، والآن هو مع أحد أقوى وأندر أنواع في العالم، لهذا بمساعدة كندي لن يقف مكانه بل سوف يحاول الوصول للقمة وتكوين فريقها الخاص. بعدها ذهب هو وكندي ليكمل اختبار المغامرين الخاص به، وقام بعقد مؤقت مع الكثير من الأرانب لكي تبحث له عن أعشاب طبية، وكندي كانت متفاجئة من أنه عمل عقود مؤقتة مع الكثير، لأن أغلب مروضي الوحوش حتى عند استخدام عقد مؤقت يستطيعون التعامل مع واحد فقط، كما أن رين قام بترويضها قبل قليل والآن قام بعقد مؤقت مع مجموعة من الأرانب، وهذا الشيء غريب حقا. في تلك الأثناء تلك الأرانب انتهت من جمع الأعشاب الطبية، لتنتهي الحلقة الأولى من الأنمي. لو أعجبكم المقطع قلوا اللايك، ومع السلامة وملتقانا في المقطع. ظهور الكل مبهور، عدوي مذعور وحيله مكسور، يا خصمي يثور كالبركان فور، بس راسك عن جسمك حيكون مبتور. غوجو كل كيف حتشوف النور، غوجو مهما تلف وتدور، دمك مهدور وجهدك منثور، بأضعف تقنية بتنسى الشعور، بهزم بمراحي لعنة خطيرة، محتاج الشرح مهارتي رهيبة، خصوم بالمدح ما تكون بجديرة، لنهى بنظر أقل من ضعيف، لو جاني وكان بكامل استعدادة وأنا مغطي عيني بصيب وصابات حادة، ولا مرة فيها ظهرت شخصيتي إجادة، رح يفهم كلامي فقط القاري المانجا، لامع كالنجمة ساتورو تكفي فخامة الاسم، اعرف وجود إني. ظهور الكل مبهور، عدوي مذعور وحيله مكسور، يا خصمي يثور كالبركان فور، بس راسك عن جسمك حيكون مبتور. غوجو كل كيف حتشوف النور، غوجو مهما تلف وتدور، دمك مهدور وجهدك منثور، بأضعف تقنية بتنسى الشعور، بهزم بمراحي لعنة خطيرة، محتاج الشرح مهارتي رهيبة، خصوم بالمدح ما تكون بجديرة، لنهى بنظر أقل من ضعيف، لو جاني وكان بكامل استعدادة، وأنا مغطي عيني بصيب وصابات حادة، ولا مرة فيها ظهرت شخصيتي إجادة، رح يفهم كلامي فقط القاري المانجا، لامع كالنجمة ساتورو تكفي فخامة الاسم، اعرف وجود لامع كالنجمة ساتورو تكفي فخامة الاسم، اعرف وجود النزال حينحسم فعلا من الأقوى.